شفنا ان احنا محتاجين نطور قنوات الاتصال ما بين الدولة من جهة وما بين القوى السياسية والأحزاب الفاعلة من جهة أخرى. دي نقطة. النقطة الثانية لقينا ان احنا محتاجين نساهم في مزيد من بناء الوعي الانتخابي والعمل العام وتشجيع المواطن على المشاركة السياسية الفعالة. فقلنا طيب احنا عايزين حد يبقى بتاع الشغلانة دي. حد يبقى مسؤول عنها. فقلنا بنقترح استحداث حقيبة دولة سميناها وزارة الدولة للتنمية السياسية. هتعمل ايه وزارة الدولة للتنمية السياسية؟ وهنا الفكرة مش احنا بنتكلم عن الحكومة الرشيقة ولا بنزود، هو احنا بنفصل في وزارات عن بعض ولا بنضيف؟ هو الفكرة انا محتاج ايه؟ صح. يعني انا في الفترة اللي جاية في الست سنوات القادمة انا محتاج ايه؟ فممكن احيانا حضرتك تلاقيني بزود بستحدث وزارة، وممكن تلاقيني بفصل زي عند النائبة رشا عشان انا شايف ان قطاع التعليم الفني ده عايز يتشال كده كله على بعضه، يبقى حد بتاع حد برضه، حد مسؤول عنه. فبقول ان المصلحه بتقول ايه؟ المصلحه بتقول حقيبه وزاره الدوله للتنميه السياسيه. واحد، احنا شفنا انه بلا شك الحوار الوطني كان فيه نجاحات كبيره جدا. طب هل الحوار الوطني هيقف ولا هيستمر؟ طب مين مسؤول عنه؟ فقلنا انه احد اختصاصات وزاره الدوله للتنميه السياسيه هي استدامه الحوار الوطني. ان احنا مكملين في الحوار الوطني، ومكملين في الحوار الوطني بشكل دوري، انه تعقد ندوات ومؤتمرات ما بين وزارة الدولة للتنمية السياسية وبين القوى السياسية والأحزاب والمنظمات المجتمع المدني زي ما كان هو موجود، او يبقى لها رؤية تانية لتطوير الحوار الوطني ربع سنوي، لان عندي قضايا متجددة وفي قضايا متجذرة بتجيلي كل شوية حاجات جديدة ومتجذرة قديمة مش عارف احلها، فمحتاج اسمع رأي الناس دايما. طب المخرجات هتروح فين؟ يعقد مؤتمر سنوي برعاية السيد رئيس الجمهورية وترفع هذه المخرجات اللي هتكون في المؤتمر السنوي لسيادته، وهو يوجه في بقى حسب السلطات الممنوحة، يوجه على حسب الاختصاص، ده هيروح فين وده هيروح فين. النقطة التانية، طب أنا عايز الناس تشارك وعايز أبني الوعي وعندي مشاكل حزبية داخل الأحزاب السياسية وبقول أصل الكوادر أصل كذا، فقلنا احنا ممكن نعمل حاجة سميناها مراكز التنمية السياسية. مراكز التنمية السياسية هتتبع وزارة الدولة التنمية السياسية، هتكون موزعة على المحافظات، لأنه البعض حتى بيقول التجارب الموجودة لتمكين الشباب وما شابه هي تبدو شوية أن هي لسه ما نزلتش للمحافظات، فبنحط برضو الرؤية أن احنا نوصل للمحافظات عن طريق مراكز التنمية السياسية اللي دورها تنمية الكوادر الطلابية والشبابية، اللي دورها تنمية الأفراد، واللي جواها هيكون فيها حاجه خاصه بالاحزاب السياسيه، لان برضو احيانا الاحزاب السياسيه يعني مع الظروف الماليه برضو دي احد الاشكالات والعقبات لدى الاحزاب السياسيه، مش قادره تمارس ادوارها، ممكن المقرات لا تسمح لضيق المكان او ما شابه، قله البرامج، قله المدربين. فقلنا الانديه السياسيه دي هتبقى معنيه اكتر بتدريب وتاهيل الكوادر الشبابيه داخل الاحزاب السياسيه بتاعه الاحزاب السياسيه، يعني بحيث يبقى احنا عملنا اشتغلنا على الشباب العادي الغير مؤدلج اللي هو مش منتمي يعني الاحزاب السياسيه، تدريب وتنميه لكوادر الاحزاب السياسيه، مش ان انا بادلج الشبان عندي في المراكز، لا لا خالص خالص، كل واحد على حسب الايديولوجي بتاعته اللي أنا جاي بديله اللي جاي بيعمل، انا بديله ثقافه عامه، حلو، بديله رؤيه عامه لاداره الدوله المصريه، بديله رؤيه عامه عن الاقتصاد، بديله رؤيه عامه عن السياسه، لكن ما بقولوش انت الا لازم تروح الحزب الفلاني والحزب العلاني، واللي اصلا في الحزب بتاعه انا بوفر له مساحات، بوفر له مساحات داخل الأندية دي إنه يعمل برامجه هو. أنا مش هفرض عليه برامج. حلو. برامجه هو اللي مش عارف يعملها عنده بسبب ضيق المكان، بسبب قلة الإمكانيات المادية. فأنا بقف جنبك. أنا بوفر له مكان هو يشتغل من خلاله. برضو بصينا على فكرة النقابات. وإحنا كان في زياراتنا يعني زيارات متعددة للنقابات المهنية. وبلا شك النقابات المهنية دورها بس مش شفنا إن مش دورها مقتصر على رعاية مصالح أبنائها او تنظيم شؤون المهنه، احنا شفنا ان لازم يكون لها دور اوسع من كده، المشاركه حتى في خطط التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه برؤاهم، المشاركه حتى في صنع السياسات المتعلقه بالمهن بتاعتهم. فقلنا ان احنا بنقترح اطلاق عام 2025 عاما للنقابات المهنيه، عاما للنقابات المهنيه ندرس فيه مشاكل النقابات المهنيه، وده هينقلنا للجزء الاخر وفقا لصلاحياته الدستوريه. احنا قلنا انه مجلس الشيوخ هيتولى دراسة متعلقة بالنقابات المهنية، تتولى قياس الأثر التشريعي لقوانين النقابات المهنية، لأنه تقريبا
عايز اقول كل يعني زملاء يعني شهداء كل النقاط اللي رحنا لها عنده مشاكل في القانون. صح. كله بيشتكي من مشاكل تشريعيه داخل القانون. بس احنا برضو مش عايزين نعدل لاجل التعديل. فبنقول ان مجلس الشيوخ وده احد اختصاصاته الدستوريه يتولى قياس الاثر التشريعي لهذه القوانين، ايه محتاج فعلا تعديلات حقيقيه وجديه نبتدي نطرحها ونتكلم فيها. النقطه الثانيه، البعض من الفئات لم يمثل نقابيا حتى الان. وبيطرح برضو ان انا عايز اعمل نقاب، والبعض عايز ينفصل من النقابه فيؤسس نقابه جديده. برضو احنا عايزين ده في اطار دعم العمل النقابي، ما يبقاش يعني اجتهادي، يبقى بدراسه من ناس. صح. متخصصين ومن نواب، يبقى طالع بدراسة محددة. البعض طرح فكرة الاتحاد العام للنقابات المهنية، يبقى فيه اتحاد عام ممثل فيه رؤى يعني النقباء العموم في كل النقابات، بس دي عايزة دراسة برضو عشان ما نعملش حاجة يبقى شكلها مشوه أو بلا صلاحيات أو اختصاصاتها تبقى في النهاية اختصاصات شكلية، يبقى احنا عملنا مؤسسة بدون ده. كل ده هيكون يتولاه مجلس الشيوخ في دعم التوسع في المشاركة النقابية في العمل النقابي. طب هنا